أنا أبو مطران أطوي يومي ببساطة كما يلي: أولا أستيقظ من نومي على أذان الفجر وأذهب أستعد إلى صلاة الفجر، هذه أول خطوة من أعمالي في هذا اليوم. نصلي صلاة الفجر مستعيذين بالله متوكلين عليه. أضع سجادتي هذه وأصلي صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر أذهب إلى والدتي لزيارتها والإطمئنان عليها. إن والدتي نائمة الآن، لا أحب أن أزعجها وأقلقها، ولكنني أقبل رأسها ورجليها. حفظك الله وأدعو لها مع دعاء الصباح: اللهم احفظ والدتي، اللهم يا رب العالمين سدد خطاها على دروب الخير واحفظها واجعل لها في كل خطوة سلامة وطول عمرها وارحمها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. في أمان الله يا والدتي العزيزة، وأعود لك عندما تصحين بوقت آخر. بعد ذلك أأتي وأذهب لأغير ملابسي بملابس الرياضية لأقضي تمارين الرياضية التي أقضيها في كل الصباح. وهذه ملابس الرياضية، أستعد إلى تمارين الصباح على السير إلى الرياضة والتمارين الرياضية في المنزل كالتي تعودت عليها، وهو الحركة والنشاط والحيوية وقضاء تمارين جميلة أستنشق بها وأستعد بها لأزاولها. هذه الرياضة وتحريك الدورة الدموية لأستعد إلى يوم النشيط الحافل بالنشاط والحيوية مستعينا بالله ومتوكل عليه. فأنا أحب الرياضة وأحب كل عمل فيه خير ونفعا للمسلمين، وأنصح كل المجتمع أن يمارس هذه الرياضة لما فيها الخير والصحة والعافية. ثم بعد ذلك وبعد الرياضة كذلك أذهب إلى المطبخ لأتناول لي وجبة من الوجبات ألا وهي المكرونة. نأتي ونأكل هذه المكرونة الحارية الجميلة. كما تلاحظون وتشاهدون نصيحتي إلى العالم هي الحفظ على السلام والأمن والاطمئنان والبعد عن الحروب والفتن. أسأل الله أن يجنبنا مصائب الدنيا ما فيها من الفتن. بعد ذلك نضع ما تبقى من المكرونة هنا، ثم نذهب إلى الثلاجة لشرب ماء. نشرب الماء، بعد ذلك وفي هذا اليوم أيضا نعود إلى برنامجنا اليومي الذي تعودنا عليه، وهو فتح دولاب الأسئلة الثقافية لنعيش لحظات جميلة مع أحبائنا
نخبة جميلة وطيبة من المتسابقين والمتسابقات في البث المباشر. وهذا هو يومنا وهذه أسئلتنا التي نعدها يوميا، واليوم قد أعددناها واستعدنا بها في هذا اليوم، وهو آخر ما نختم به يومنا هذا المسابقة الثقافية مع البث المباشر، متمنيا أن يكون لكم هذا اليوم مما قد قدمناه ينال إحسانكم وينال على إعجابكم. فلا تنسونا من الاشتراك واللايكات والدعم لنا للمزيد من كل الأفلام.